عايزة حضرتك توجه كلمة للوافدين والمصريين والناس بتعيد الجهاد الوطني. هو يعني برضو عايزين نقول ان يوم عيد الجهاد ده عيد قومي لكل المصريين، وان بسبب عيد الجهاد اللي هو يصادف يوم 13/11 نالت مصر استقلالها وخرجت من تحت الحماية البريطانية بسبب التوكيلات التي هبت مصر لقلب رجل واحد لتحريرها إلى المفاوض المصري والمفاوضين المصريين. ورغم نفي الزعماء ورغم التصدي لهم بأنهم لا يمثلوا الأمة المصرية، فقامت مصر على قلب رجل واحد، العامل والفلاح والشيخ والشاب والمرأة، بتحرير التوكيلات لإعطاء الصفة الرسمية إلى المفاوضين المصريين. ومن حسن الحظ أن معظمهم كانوا من الوفد اللي بعد سنة 18 جت نتيجة هذا اليوم ثورة 19، واللي خرج من رحم ثورة 19 حزب الوفد اللي هو حريص كل سنة على أنه يحتفل بعيد الجهاد. هو عيد الوفد وعيد لكل المصريين.